بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 58. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نواصل اقتباسنا للأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونخص هذه الحلقة بما قاله حول المحكم والمتشابه ومعنى كل منهما، لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة. قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا.
فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن الإحكام الخاص، فقال: الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. التشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فيظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه، إلى أن قال رحمه الله: ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت في بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. ثم ضرب الشيخ رحمه الله لذلك مثلا بكلمة نحن وإنا، يتكلم بهما الجمع ويتكلم بهما الواحد العظيم. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. ثم بين الشيخ رحمه الله التأويل الذي لا يعلمه إلا الله والتأويل الذي يعلمه العلماء، بأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة المغيبة عنا، مثل ما في الجنة من الماء واللبن والفواكه، وما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته، وهو حقيقتها التي لا يعلمها إلا هو. وأما التأويل الذي يعلمه العلماء فهو التفسير وبيان المعنى المراد، وهو التأويل الذي لا يعاب بل يحمد. وبهذا القدر أيها المستمعون نكتفي، سائلين الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.